بيكون في تيتا مطبخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض اللوليتا، طريقة سهلة جدا وخطيرة كمان جدا، وتبقى في الفريزر عندك دايما، اي وقت حرانة فيه تطلعي واحدة وتاكليها. هقول لكم كل التفاصيل جوه الفيديو، يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بجيب الاكياس بتاع اللوليتا دي من عند العطار، وطبعا بتتباع اللي هي بتتقفل من فوق دي على موقع امازون. انا جايبه التمن كيلو ب11 جنيه. التمن كيلو كله بركه يعني الحقيقه، شوفوا قد ايه يقعد معاكي سنين جوه الدولاب. زي ما انتم شايفين كل ده تمن كيلو ب11 جنيه بس. طبعا انت ممكن تقولوها ب5 جنيه زي ما انت حابه، هيديكي طبعا. بتجيبي بقى اي نوع عصير انت حباه، هجيب بس شويه كده نحط فيهم. انا عامله عصير مانجا ومحلياه وكل حاجه، بس بيكون القوام بتاعه تقيل شويه، ما يكونش خفيف. هحط كده الكيس وهحط جواه قمع عشان ما نبهدلش الدنيا بره، وارفع كده زي ما انتم شايفين لحد ما تحبي تعرفي تربطي. يعني انا كنت اول واحدة عملتها دي ما كانتش مقفولة حلو، لازم تربطي كده وتلفي عشان تبقى متماسكة في بعضها. مليتيها زيادة ممكن تفضي عادي وتمسحي كده بمنديل زي ما انا عملت. طبعا انا كنت شايفة من الكاميرا فطلع زيادة. يعني انا هنا عاملة بالمانجا وبالصوبيا، شوفوا دي تحسوا انها عيانة شوية والتانية متماسكة. لازم لما تيجي تربطي تبرومي كده بايدك وبعدين تربطي. دخلت التلاجة بقى والفريزر وطلعت بتكون متماسكة كده، بتقصي من فوق حتة صغيرة، ما تفتحيش الوش كله عشان ما تبهدلكيش. ما تقصيش من ناحية الرابطة. ان شاء الله تعجبكم. باي.